في عصرنا الحالي أصبح الربط بين المنتجات المحلية والتراث الثقافي والتاريخ الوطني أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالمنتجات المحلية ليست مجرد سلعة اقتصادية بل هي انعكاس للهوية الوطنية وجزء لا يتجزأ من تاريخ وثقافة الشعوب. ومع تنوع المنتجات في دولة مثل اليمن تبرز فرص فريدة لتعزيز الهوية الوطنية على الساحة الدولية، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكن للدول ذات التنوع الزراعي والثقافي الكبير أن تستفيد من هذا التنوع لتعزيز مكانتها العالمية؟ الكثير من هذه الأسئلة سنوجهها لضيفنا المختص في التواصل والنمو الرقمي محمد الشاحذي، معنا هنا في ديوان بلقيس. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك في ديوان بلقيس. يا أهلا وسهلا سمية وسالم، حياكم الله وسعيد جدا أن أنا معكم اليوم. حياك الله محمد. محمد، بداية يعني لو نتحدث عن الخطوات الأساسية التي يمكن للدول استخدامها لربط منتجاتها المحلية بتراثها الثقافي وتاريخها، يعني كسؤال مبدئي. للأمانة الخطوات هي خطوات تكون كبيرة جدا، ولكن ممكن نحن نرجع لأهم خطوة ممكن نحن نعملها جميعا، سواء كان الذي في الداخل أو الذي في الخارج أو على مستوى الحكومات أو على مستوى حتى المؤسسين. هو أول خطوة هي تحسين الصورة الذهنية لليمن، لأنه إحنا نتكلم على النيشن براندينج الذي هو الهوية الوطنية. الهوية الوطنية هي كيف الصورة الذهنية لدى الآخرين بالنسبة لك. يعني إحنا عندنا يمكن خلال السنوات السابقة خلال فترة الحرب تشكلت صورة ذهنية مغلوطة أو سلبية عن اليمن، ساعدت فيها كثير من التفاصيل، سواء كان على المستوى السياسي أو على مستوى المؤثرين أو حتى على مستوى الناس البسيطة، عززوا هذه السلبية أو الصورة السلبية أو الصورة الذهنية السلبية عن اليمن. أعطني مثالا أستاذ محمد فيما يتعلق بالصورة الذهنية عن اليمنيين. يعني في صور كثيرة للأمانة، يعني خلال عملي كمختص في الرصد والمراقبة للإعلام أو الصحافة وجدت كثير من الصور السلبية عن اليمن. أكبر كارثة إنسانية، اليمني أصبح الصورة الذهنية مثلا الشخص المخزن السلبي الذي لا مجرد عبارة عن ترندات، كل يوم عايش في وضع حرب بدون إمكانيات وما معه أي مصدر دخل. وهذه صورة سلبية فعليا عززتها الصحافة، سواء كانت الصحافة المحلية أو الصحافة الدولية. كثير من الأخبار عندما تدخل بس كذا تعمل مونيترينج على الصحافة تجد هذه الصورة السلبية للأسف. إذن هذه أولى الخطوات. ماذا عن الخطوات التالية؟ في كثير من الخطوات نعرف انه اي عمل في تعزيز الهويه الوطنيه في مجموعه من الاتجاهات التي لازم علينا العمل عليها، مثلا زي الصادرات التي تاتي من اي بلد، التراث، الحوكمه، المنظمات التي تعمل في اليمن، ايش توجهات المنظمات فعليا في الوقت الحالي، هل هو انساني، هل هو تنموي، هل هو اقتصادي وبناء اقتصاد قوي لليمن. هذه واحدة من الخطوات التي لازم نحن نركز على مختلف الاتجاهات، سواء كان اتجاهات حكومية ومؤثرين وصناع قرار، وكذلك اتجاهات منظمات دولية ومنظمات حتى المنظمات المحلية عليها الإطلاق في الترويج للهوية الوطنية. إن لم يكن الترويج للهوية الوطنية، الترويج للمنتجات والمحاصيل الزراعية. طيب أنت كما تعرف أستاذ محمد، ما شاء الله اليمن يعني ثرية بالمنتجات، سواء أنه تكلمنا على العنب يعني كمنتج قديم، منتجات جديدة اليوم، في معانا تراث متنوع زراعي ثقافي وغيره، كيف نحن الآن نقدر نستفيد من هذه المنتجات بحيث أن احنا فعلا نسوق لها على مستوى دولي؟ اليمن تمتلك العديد من المنتجات التي ممكن ان احنا نبنيها. نعرف اليمن زي التقرير الذي انتم عرضتوه قبل قليل، هذا يعتبر من التراث المادي لليمن، نفسه نفس المنتجات. احنا لدينا في النيشن براندنج او الهويه الوطنيه مصطلحين مختلفين، الذي هو الهويه الوطنيه وكمان النيشن ماركتنج، وهذا ما يساعد على بناء صوره او هويه وطنيه لاي دوله ما او لاي امه ما. ترويج المنتجات والمحاصيل الزراعيه وتنوع المحاصيل الزراعيه في اليمن يعطي ثقه كبيره لليمنيين، يعطي صوره ذهنيه رائعه لليمنيين. التنوع الذي حاصل بالمحاصيل الزراعيه، منتج العنب فقط
أنا سمعت واحد من الشباب الذي استضفتهم في ديوان بلقيس الأخ علي جار الله كان بيتكلم على 63 نوع من العنب، عدد مهول من الأصناف. هذا صحيح. فقط أنا بتكلم على منتج العنب، لو تكلمنا على البن، على الحنة، على الرمان، على الفرسك، على اللوز، على كثير من المنتجات الزراعية. ولكن في عندنا مشكلة بسيطة ممكن تنحل، أو نقدر نقول عليها مشكلة كبيرة، أنه جميع هذه المنتجات يا إما تكون أسعارها مرتفعة وهناك أسباب عديدة لهذا الارتفاع، أو أنها لا تحصل على المعايير الجودة العالمية أو المختبرات لفحص هذه المنتجات. لا 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 لا، لكن إذا ما تحدثنا عن الجهود الفردية خاصة لمن هم في مجال التواصل الاجتماعي أو لمن هم حتى لهم رأي يعتد به، ما هي الجهود الفردية التي يمكن أن يلعبها الشخص لتعزيز هذه الهوية وربط الهوية بهذه المنتجات لتسويقها بشكل إيجابي؟ أعتقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي الحاصل في العالم أو في اليمن بشكل عام، وزيادة مستخدمي الإنترنت في اليمن على وصول المنتجات هذه إلى العالم أو إلى دول الجوار. واحدة من الأشياء الفردية التي يعملها الشباب، في شباب كثير شغالين في مجال الترويج للمنتجات، معك حسين أحمد في موضوع البن، مصطفى مختار الخنشري طبعا هذا واحد من الشباب الذي عمل ثورة ونقلة للبن اليمني خارج اليمن والدول المتحدثة باللغة الإنجليزية. مختار صنع قصة يمنية رائعة للبن اليمني. أتمنى أنه جميع الشباب في المنتجات الأخرى أنهم يحذوا حذو مختار، لأنه بنى قصة للبن اليمني وبلغة قادرة تحدث جميع دول العالم. الجهود الفردية كمان ممكن كل واحد يبدأ يكتب في منصات التواصل الاجتماعي عن البن، عن كل شخص متخصص في هذه المجالات لابد أنه أن يزيد الكتابة، كلما كتبنا أكثر على منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصات متخصصة في المنتجات الزراعية كلما ظهرت في محركات البحث بشكل أكبر. للأسف نحن في اليمن عندما تدخل منصة جوجل مثلا، أبسط منصة محرك بحث، تكتب عن اليمن أو منتجات اليمن بيظهر لك كل الأخبار السلبية للأسف. لماذا؟ لأنه ما فيش ناس يكتب بشكل كبير ومتخصص عن المنتجات هذه، ما فيش ناس يكتب باللغة الإنجليزية أو بلغات مختلفة عن منتجات اليمن. ولدي أعتقد لو بس كتبنا عن العنب بنكتب ملايين المقالات أو آلاف المقالات إن لم يكن، وهذا معنا بس منتج واحد. لو انتقلنا لمنتجات أخرى زي العسل والبن ممكن إحنا يعني نغذي الإنترنت والمحتوى الرقمي بشكل كبير. كمان المؤثرين عليهم جهد كبير جدا في هذه النقطة، عليهم أن يتوجهوا إلى الترويج للمنتجات المحلية لأنهم واجهة اليمن للأسف. يعني هناك مؤثرين يعني صدروا واجهة سلبية عن اليمن بدلا من تصدير صورة ذهنية إيجابية عن اليمن. فعلا يعني هذا هو الدور اللي يستطيع أن يلعبه فعلا الشباب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. أنت ذكرت مجموعة من الشباب، نوجه لهم التحية، أنهم أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية، مسؤولية تسويق هذه المنتجات بالشكل الذي يليق لهذا المنتج. حقيقة رفعوا من مستوى وشرفوا اليمن خارج نطاقها. لكن بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه هذه الجهات في تسويق هذه المنتجات على مستوى دولي؟ أعتقد أنه اللاعب الأساسي في ترويج المنتجات المحلية في اليمن هو القطاع الخاص والحكومة، وأولاً هي الحكومة. تسهيل الزراعة، تسهيل التكاليف، الضرائب، كثير من التفاصيل التي تفرضها الحكومة سواء كان مختلف القطاعات تفرضها على القطاع الخاص. كثير من الشباب يطلبوا الآن للاستثمار في موضوع البن والزراعة والعنب وغيرها من المنتجات زي العسل والحنة والرمان وغيرها من المنتجات، ولكن يظل هناك فجوة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. تظل تكاليف الإنتاج غالية جدا، المزارع يتكبد الكثير من التكاليف، سلسلة القيمة بشكلها الكامل تتكلف تكاليف كثيرة،
ما يوصلش المنتج لا عند المستهلك النهائي إلا بعد يعني سلسلة من المعاناة والتحديات التي يعانيها المنتج، وتصل بتكاليف عالية، وهذا عائد لمن؟ عائد للسياسات والقوانين التي تفرضها الحكومة. القطاع الخاص محتاج أنه يربح، لكن تكاليف الإنتاج الذي يتكبدها خلال فترة الإنتاج تكون مرتفعة جدا، مما يعزف كثير من الناس العاملين في القطاعات أو المنتجات المحلية إلى العزوف عن المنتجات هذه وزراعة بدائل مثل الغاز وغيرها، أو يتركون أراضي زراعية كبيرة للجفاف والتصحر وغيرها. على الحكومة أن تساعد القطاع الخاص في النهوض بجميع المنتجات، لأنه إن لم تكن الحكومة مساعدة في توفير معامل متخصصة في مثلا العسل، ما فيش عندنا مركز متخصص مثلا لفحص العسل، ما فيش عندنا فعليا مركز متخصص لفحص البن أو معامل متخصصة لفحص البن وغيرها من المنتجات. لو جينا مثلا شرحنا عدد المنتجات والمعلومات التي عن هذه أو المعامل التي تعمل على فحص المنتجات لا يوجد، وهذا لا يمكن أن يكون فقط القطاع الخاص يعمل فيه، لازم الدولة والقطاع الخاص بنفس المسارين أو مسار واحد. نعم، لكن أستاذ محمد فيما يتعلق هل هناك ربما في ظل هذه التحديات التي تواجه المنتجات اليمنية والفجوة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وهل هناك فعلا يعني أمثلة خطرت على بالك فيما يتعلق بمنتجات نجحت في دول عربية واستفادت من التسويق لمنتجاتها المحلية وانطلقت عالميا؟ أعتقد في منتج بسيط، ممكن كلنا أول ما نذكر منتج مثلا زيت الزيتون، أول ما نتكلم على زيت الزيتون مباشرة بيجي في ذهننا الأردن، فلسطين، سوريا، زي هذه الدول، وأيضا تونس إلى جانب كمان تونس نعم. كمان وتونس وغيرها من المنتجات، يعني بحيث أننا ما أقفلش دولة عن دولة. صحيح. في مثال بسيط، مثلا مثال بسيط، إحنا الآن لما نقول هذه ملابسك من فين؟ نقول والله من تركيا، أو صنعوا براند للملابس التركية، مما حتى استخدموا جميع الإمكانيات الدولة، مثلا في المسلسلات تحصلهم في الوقت الشتوي المسلسلات كلهم الممثلين لابسين شتوي، في الملابس الصيفية لابسين صيفية، هنا استطاعوا ترويج قيمة وصورة ذهنية عن صناعتهم الذي هم يصنعوها، وغيرها من المنتجات في دول كثيرة استطاعت ترويج لمنتجاتها ومحاصيلها الزراعية بطريقة ذكية، بطريقة أولاً بنت الثقة ما بينها وبين المستهلك النهائي سواء كان الداخلي أو الخارجي. وعندنا في اليمن مثلاً الآن عندنا منتج واحد الذي معروف بشكل كبير الذي هو البن، كثير من الناس عارفين، ممكن احنا ما نذكرش دول ثانية، احنا معنا منتج استطاع فعليا ان يصل الى العالمية بشكل كبير جدا، استطعنا ان نبيع الكيلو البن باكثر من تقريبا المزاد الاخير وصل الى 900 دولار. هذه تجربة بعيدا عن التجارب الدول الاخرى، معنا تجربة كويسة في قطاع البن، ممكن احنا نبني عليها ونطور تجربتنا في قطاع البن. نتمنى فعلا نشوف مثل هذا النموذج في باقي المنتجات اليمنية اللي فعلا متميزة بها اليمن عن باقي الدول المجاورة. لكن بالنسبة لتوظيف التكنولوجيا، إلى أي مدى يمكن أن نستغل أو نستثمر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لهذه المنتجات المحلية وأيضا تعزيز الهوية الوطنية عالميا؟ أعتقد سابقاً كان تعزيز الهوية الوطنية صعب جداً ويأخذ تكاليف كبيرة، ممكن الفعاليات الخارجية، الزيارات، الدبلوماسيين، سفارات المؤثرين الخارجيين، هذه كانت تكاليفها كبيرة أو ممكن لم نستغلها بالشكل المطلوب. الآن وخلال الفترة الحالية والتحول الرقمي الحاصل استطاع الشباب الوصول إلى العالم بشكل كبير، ولكن نحن مش مستغلين منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشكلها الصحيح. كان في لنا تجربة، وللأسف كانت تجربة واجهنا كثير من التحديات. كان في منصة متخصصة في البن مثلا، ممكن نحن نستطيع ان نحن نبني منصة متخصصة في قطاع البن قادرة على الترويج لهذا القطاع بشكل كبير، مقالات، فيديوهات، معلومات،
سواء كان باللغة العربية أو بلغات مختلفة. نستطيع أن نبني منصات مختلفة تتحدث عن المنتجات بشكل كبير، نستطيع أن نبني منصات التجارة الإلكترونية للشراء والبيع عبر المنصات هذه والوصول إلى مختلف الدول. ولكن يظل في تحدي كبير للشباب، لا زال شباب كثير متوجهين إلى منصة الفيسبوك والترويج داخليا. مثلا شباب كثير للأسف الآن مش متوجهين مثلا إلى منصة مثلا مقالات علمية على منصات لينكدإن أو منصات زي تويتر للترويج خارجيا. لا زال الترويج مقتصر على الداخل اليمني والترويج ما بيننا البين، وهذه واحدة من المشاكل التي احنا نواجهها. مفترض بناء منصات هي مسؤولية متكاملة للترويج. يتم yes. يعني دمج الجهود الحكومية مع جهود الشباب في خلق هذه الساحة التي فعلا زي ما ذكرت بكل الخطوات الرائعة اللي انت فعلا ذكرتها بالتأكيد ستنقل اليمن الى واجهة مختلفة. شكرا على هذا الطرح الاكثر من رائع، نورتنا في ديوان بلقيس استاذ محمد الشاحذي المسؤول والمختص في التواصل والنمو الرقمي، نورتنا في ديوان بلقيس. شكرا لك. شكرا سمية، شكرا سالم، شكرا على الاستضافة. شكرا.